السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. عمدة عرفات يدعو لدى تنصيبه إلى العمل الجماعي خدمة للساكنة ويطالب الحكومة بمنح البلديات الموارد والصلاحيات اللازمة. منحدرون من مدينة ولاتة يحتجون أمام القصر الرئاسي في نواكشوط ويطالبون بإنهاء معاناة المدينة مع العطش. الإعلان بدكار على هامش المنتدى الدولي حول السلام والأمن بإفريقيا عن افتتاح مدرسة إقليمية تعنى بالأمن السبراني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نصب الحسن والمحمد عمدة لبلدية عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، وقال والمحمد في كلمة ألقاها بالمناسبة إن العملية التنافسية والحزبية انتهت، داعيا إلى بدء ما سماه مرحلة العمل الجماعي وخدمة الساكنة. وأكد والمحمد على أن البلدية باتت هي حزب الطرفين اللذين كانا يتنافسان، معبرا عن الأمل في أن تساعد الحكومة على أن يقدم المجلس البلدي للمواطنين ما يستحقون. أود أن أؤكد أولا أننا خرجنا من العملية التنافسية والعملية الحزبية ووصلنا إلى مرحلة العمل الجماعي، مرحلة روح الفريق، مرحلة التنمية وخدمة الساكنة. فكما كان ديدننا في المجالس الماضية كانت طبيعتنا أننا في البلدية لنا حزب واحد هو البلدية وسكان عرفات، في المساء وفي خارج البلدية لكل منا انتماؤه ولكل منا توجهه. فأريد أن أؤكد للساكنة وللجميع أن هذا المجلس لكل أهل عرفات، وأن العمدة لكل أهل عرفات بغض النظر عن الحملة الماضية وعن نتائج التصويت وعن التخندقات السابقة. نرجو أن نكون عند حسن ثقتهم، ونأمل أن يعيننا الله ثم المسؤولين في الحكومة على أن نقدم لهم ما يستحقون. ودعا المحمد الحكومة الموريتانية إلى فسح المجال أمام المجالس البلدية ومنحها الموارد اللازمة والصلاحيات من أجل القيام بدورها، مضيفا أنه ليس من المناسب الدخول في المستوى الثاني من اللامركزية والمجالس المحلية لا تزال تعاني من شح الموارد والصلاحيات على حد تعبيره. للأسف واقع اللامركزية عندنا ما زال متأخرا، وليسمح للحضور جميعا، لكنها مناسبة لدعوة الحكومة والوفد المرافق الكريم الحاضر يمثلها ونحمله هذه المسؤولية أن تفسح المجال أمام المجالس البلدية وأن تعطيها الموارد اللازمة والصلاحيات اللازمة من أجل أن تقوم بدورها. ليس من المناسب أن ندخل في المستوى الثاني من اللامركزية وهو المجالس الجهوية، ومجالسنا المحلية البلدية ما زالت تعاني من شح الموارد ومن شح الصلاحيات، ليست لها شرطة بلدية، ليست لها أراضي تتحكم فيها لتقيم فيها مشاريع تنموية مناسبة، كثير من أعمالها يخضع للوصاية بشكل مباشر أو غير مباشر. هناك نواقص في اللامركزية معروفة، هذه النواقص ينبغي أن تنتبه لها السلطات العليا والحكومة وتتغلب على هذه النواقص من أجل. نبقى في ذات الموضوع، حيث تتباين آراء مواطني بلدية عرفات بشأن انتظاراتهم من المجلس البلدي الجديد المنصب، ويشكل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان أبرز مطلب لدى هؤلاء المواطنين. مطالبين من المجلس البلدي الجديد أن يعود مجلس بلدي متكامل، يعود ما هو المعارضة عن الأغلبية، يعود للناس كاملة، يعود للناس كاملة. وطالبين منه أنه هاي الناس الضعيفة أنه يرفق بها، يرفق بين الناس الضعيفة، وهاي الناس اللي دائما تقول أن البلدية ما هي مزيشين اختيرهم وينعتوا لها
انهم لا يعدوا لها شيء، ذاك هو واري ذات، وهذا هو اللي نقدون نعلقوا به الامال على مجلسنا هذا الجديد. يعود يتمثل بهذا اللي قبله المواطنين، يعود صالح للي قبله المواطنين، ويعود يعدل ذاك اللي مطلوب منه، يعود يعدله، يعود تقريبا به اللي قطع انه احنا انتخبناه على اساس هذا، وعلى ذلك نعرفوا انهم اللي ما شاء الله مجلس مثالي، وبالاخص يقودوا عمده معروف والمقاطعه معروف فيها. يا الله من وجهه نظري يعني الدوله تعطيه عنايه خربيه اللي هو اللي مثل القوة الديمقراطية، وباش يقد يعدل شيء تعطيه عناية خاصة، عناية خاصة ما أعطتها المجالس الأخرى، به اللي مجلس من نوع خاص يمثل الديمقراطية، الأحزاب المعارضة بصفة عامة، موالاة ومعارضة، ويمثل القوى الحية كاملة. أمل معلقة على المجلس البلدي في عرفات، على أنه ينقل عرفات من الوضعية اللي هي فيها عرفات، فيها الأوساخ والأسعار فيها مرتفعة، والفقر خالق، والبطالة موجودة. وأنا نأمل من هذا المجلس البلدي على أنه يحاول القضاء على هذه المشاكل اللي هناتيها، هذه مثلا هذه المداخلات وهذه المشاكل، أو المعوقين هون عندهم مشاكل، هذو الناس اللي مرسل عندهم مشاكل. إلى شأن منفصل، حيث ندد النائب البرلماني محمد لمين والسيد مولود بما سماه حرمان مدينة ولاتا بالحوض الشرقي من مشروع مياه يظهر، مطالبا بربط المدينة بشبكة المياه. وقال والسيد مولود في تصريح لقناة المرابطون خلال مشاركته في احتجاج نظمه منحدرون من مدينة ولاتا إنه يستغرب حرمان المدينة من الحصول على الماء الشروب، واصفا ذلك بالخطأ الفادح والظلم البين على حد تعبيره. سلسلة وقفات من أجل التنديد بحرمان ولاتا من مشروع مياه الظهر، وعكس الصورة التي تعاني منها مدينة ولاتا من العطش. وفي الحقيقة سكان ولاتا وسكان المنطقة عموما، وينبغي أن يكون أيضا سكان نواكشوط وسكان موريتانيا وخصوصا المنتخبون، يستغربون كيف يمر أنابيب مياه من بضع كيلومترات من هذه المدينة التاريخية المهمة في موريتانيا، ومع ذلك تحرم من هذا المشروع الكبير الذي ملأ الآذان وشغل الناس. يعني نحن نطالب بإسقاء مدينة ولاتا وبربطها بشبكة المياه، ونجدد هذه الاحتجاجات، وسنستمر في الاحتجاجات وفي هذه المطالبات على مستوى البرلمان وعلى مستوى الشارع وعلى مستوى الإعلام، حتى تنال ولاتا ما تستحقه من مكانة ومن مياه. وفي الحقيقة أنا أستغرب أن تكون مدينة تاريخية ومدينة سياحية ومدينة مثل ولاتا أن تكون تمر الأنابيب منها 60 كيلومتر تقريبا، في الوقت الذي تمتد إلى 300 و500 كيلومتر وتحرم ولاتها. هذا خطأ فادح وجريمة في حق سكان المنطقة وفي حق سكان الولاية وفي حق موريتانيا عموما، وهو المبين. في ذات السياق، طالب منحدرون من مدينة ولاتا التاريخية خلال احتجاج نظموه أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط بربط المدينة التي ستحتضن النسخة 8 من مهرجان المدن القديمة ببحيرة ظهر وإنهاء معاناة السكان مع العطش. نحن على مشارف بضعة أيام من انطلاقة النسخة 8 من مهرجان المدن القديمة، ومدينة ولاتا لا تزال تعاني من أزمة خانقة من العطش، لذا جئنا هنا من أجل مناشدة فخامة رئيس الجمهورية بإصدار أوامره عاجلا للجهات المختصة من أجل ربط مدينتنا بمياه ظهر المتدفقة نحو الحوض الشرقي والغربي. السيد الرئيس جزاه الله خيرا عدل هذا المشروع الكبير الطموح وزين عندنا، وارتبطت به جميع مقاطعة الحوض الشرقي واستثنيت ولاته. هذا الخطأ اللي خلق نختاره السيد الرئيس يصحه ويربط مدينة ولاتا التاريخية ببحيرة ظهر اللي هو رباط النعمة وتنبدغة وجيقني وحتى العيون المبرمجة اللي تبعد 300 إلى 400 كيلومتر من بحيرة ظهر. نطالب الجهات المعنية بعنهم يعرفوا شو المدينة ولاتا مدينة تاريخية وتبلغ من بحيرة ظهر 60 كيلومتر، لماذا تشرب منها العيون، تشرب منها تنبدغة، تشرب منها عبد الباقر، ولاتا ما تشرب، ولاتا يلا نطالع عناية خاصة بتراثها ونحمو ولاتا وسقوا ولاتا من مياهها.
احتج عدد من ذوي الشاب المعتقل في مدينة وادي بولبكاي والجيد أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط للمطالبة بالإفراج عنه، ودعا ذوي المعتقل إلى إنهاء ما يصفونه الحبس التحكمي الذي قالوا إن ابنهم يخضع له، مناشدين الرئيس التدخل من أجل الإفراج عنه. هذا راجل كان يشتغل في بلدية نوادي ولا علاقة له بالخزينة العام. في بعض سنوات أخيرة نعري فيها كان في ذيك قالوا عنه مصلحة تحصيل الكفرمة، فجاء تفتيش من المفتشية العامة للدولة واتهم الخازن الجهوي ومحاسبه وجماعته وانقبض هو معاهم طفقته المكنسة، ما هو موظف وزارة المالية ولا هو تابع للتريزور ولا عنده ولا قط وكلف رسميا مهمة. ولا نقول على ولدنا هذا انه طوال تروايته وما ظلوا مولانا يعلم انه ما ظلوا، ونطلصص الناس المسؤوله اللي فوقه لها سنه تامه من 2017 الشهر السادس هو مازال سجين مريض، ولا واحنا لنا خمس اشهر واحنا مواصلين الوقفات هون ولافتنا لافتنا راينا انفراج بالقضيه وهو ما فات وداو. لو خمس ايمان في الحبس مريض، القضاة ما سولوا عنه، إذا يجيبوا له ملف ويقبلوا يديروه تحت يقولوا هذا ما هو اختصاصه، أخمس عيمان وحكموا العليات اللي معاه وكلهم طرسوا صراحة وخلاوه ماشي ملفهم واحد، الملف رقم واحد ومتقرنين فيه، وإحنا النظر كاتيا دور عود أخمس أشهر نظلوا قوفة ما رأينا حد يسولنا عن الأخبار. عبرت موريتانيا وتونس في ختام أعمال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة بينهما عن السعي إلى النهوض بعلاقاتهما الاقتصادية، وقد وقع الطرفان على 20 اتفاقية شملت مجالات تعاون مختلفة، وأكدا سعيهما إلى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. اللجنة العليا المشتركة للتعاون الموريتاني التونسي تختم دورتها 18 في العاصمة نواكشوط بتوقيع على 20 اتفاقية شملت مجالات مختلفة. وقال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد في تصريح أدلى به على هامش التوقيع إن الطرفين التونسي والموريتاني يسعيان من خلال هذه الاتفاقيات إلى النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية لتصل مستوى العلاقات السياسية. كان هناك توقيع لعدد مهم، تقريبا 20 اتفاقية في مجالات مختلفة، مجالات التكوين المهني، مجالات الصحة، الشؤون الاجتماعية، الصرف الصحي، التعاون الفني، التعاون الاقتصادي. فنريد أن نرتقي بمستوى العلاقات الاقتصادية بين تونس وموريتانيا إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة اليوم. فهناك عمل كبير، احنا كمعناها حكومات نقوم بتوفير فرص مسعى يعي به الطرف الموريتاني ويدعو لضرورة تحقيق المزيد من التكامل والاندماج على أسس ناجعة تنطلق من بلورة الأهداف الاستراتيجية للعمل المشترك وتحفيز الفاعلين على تكثيف المبادرات واستثمار الفرص المتاحة في البلدين. إننا نعي أكثر من أي وقت مضى ضرورة حث خطى من أجل توفير الأسباب الكفيلة لتحقيق تطلعاتنا المشروعة نحو مزيد من التكامل والاندماج على أسس ناجعة وبناءة تنطلق من بلورة الأهداف الاستراتيجية لعملنا المشترك. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات بين موريتانيا وتونس بعد نحو أسبوعين على احتضان نواكشوط معرضا للمنتجات الجزائرية شاركت فيه أزيد من 170 شركة جزائرية واستمرت أعماله لمدة أسبوع، كما يأتي كذلك أياما بعد افتتاح المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية فرعا له في نواكشوط. وهي خطوات متسارعة يقول الكثيرون إنها تصب في مصلحة التكامل الاقتصادي المغاربي. هذا وتشمل مجالات التعاون التي اتفقت عليها موريتانيا وتونس مجالات مختلفة بينها السياحة والزراعة والصحة والبيئة والصرف الصحي والطاقة والإدارة والقضاء والشؤون الاجتماعية ومجالات أخرى عديدة. We'll be right back.
أعلن في داكار عن افتتاح مدرسة إقليمية للأمن السبراني. وقال وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان إن السنغال أصبحت لاعبا حاسما في أمن القارة، وإن فرنسا تتعهد بدعم المدرسة باعتبارها تهدف إلى تعزيز قدرات الدول والدول الإفريقية في مجال الأمن. جاء الإعلان عن مدرسة إقليمية للأمن السبراني على هامش تنظيم منتدى دولي بداكار حول السلم والأمن في القارة الإفريقية. نتابع. الإعلان في العاصمة السنغالية داكار على هامش المنتدى الدولي الخامس حول السلام والأمن في إفريقيا عن افتتاح مدرسة إقليمية للأمن السبراني. وقال وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان إن السنغال ستصبح من خلال هذه المدرسة لاعبا حاسما في أمن القارة، متعهدا بأن تدعم باريس هذه المبادرة باعتبارها تدخل في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال الأمن. ويقول وزير الشؤون الخارجية السنغالي سيدي كي كابا إن المدرسة ستكون قادرة على مواجهة الهجمات الصادرة من الفضاء الإلكتروني، مضيفا أنها ستقوم بمهمة توعية موظفي الدولة وأفرادها في القطاعين العام والخاص حول إشكالية الأمن السبراني من أجل فهم المخاطر والتهديدات التي يشكلها. وكان موضوع الأمن السبراني قد حاز جزءا كبيرا من خطاب الرئيس السنغالي ماكي سال لدى افتتاحه أعمال المنتدى الدولي بداكار حول السلام والأمن. وقال سال إن الجريمة السبرانية أضحت سلاح دمار شامل، داعيا إلى نقاش مباشر وجاد لجرائم الإنترنت. وتنظم السنغال منذ 5 سنوات منتدى دوليا حول السلام والأمن في إفريقيا، وقد بحثت نسخة المنتدى لهذا العام موضوع تحديات التنمية والاستقرار المستديم في القارة. وعرف المنتدى مشاركة نحو 600 شخص بينهم خبراء في قضايا الأمن والتنمية وممثلون عن عدد من الهيئات والمؤسسات والمعاهد، فيما كان حضور الرؤساء والقادة الأفارقة خافتا بحيث اقتصر على الرئيس السنغالي ونظيره الغامبي أداما بارو، وغاب رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي حضر النسخة 4 من أعمال المنتدى الدولي العام الماضي. مغاربيا، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إحداث آلية مشتركة للحوار المباشر مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات. واقترح العاهل المغربي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء إنشاء إطار للتعاون الثنائي بين الرباط والجزائر لبحث الإمكانات والفرص التي تسمح بتطوير العلاقات بين البلدين. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. بمناسبة ذكرى 43 للمسيرة الخضراء، ملك المغرب يدعو إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر مع الجزائر لتجاوز الخلافات التي طال أمدها. ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر رسمية أن اقتراح العاهل المغربي لآلية مشتركة للعمل مع الجزائر تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة النظر في القضايا الثنائية العالقة بين البلدين. وتقترح الآلية المغربية إنشاء إطار للتعاون الثنائي بين المغرب والجزائر لبحث الإمكانيات والفرص التي تسمح بتطور العلاقات بين البلدين، خصوصا على مستوى المشاريع التي يمكن أن تساهم في تنمية التجارة والاستثمار وخلق فرص للشغل. وقال ملك المغرب لدى تعرضه للخلاف مع الجارة الجزائر: أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وتواجه الدولتان تحديات مشتركة عديدة، وصفها ملك المغرب بالظرفية والموضوعية، وعلى رأسها تحدي الهجرة والإرهاب. وفي الوقت الذي لم تعلق فيه الجزائر حتى الآن بشكل رسمي على اقتراح المغرب، رجح سياسيون جزائريون سابقون أن أكبر مشكل بين الرباط والجزائر هو انعدام الثقة. وقال محي الدين عميمور الذي شغل منصب مستشار سياسي لثلاثة رؤساء جزائريين إن الخطوة الأولى للحوار المثمر هي تنظيم لقاء مغلق بين الممثلين المعتمدين للبلدين تطرح فيه أهم القضايا التي تشكل أساس الخلاف،
وأهمها انعدام الثقة بين البلدين. وكانت وسائل إعلام مغربية قد قالت نقلا عن مصادر رسمية مغربية إن اقتراح إنشاء الآلية الذي أعلنه الملك محمد السادس لا يتعلق بتطورات نزاع الصحراء، وإنما ببحث كيفية النهوض بالمنطقة المغاربية والتركيز على تحسين الأوضاع. إلى تونس، حيث أجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعديلا وزاريا شمل 10 حقائب، ودخل بموجبه وزير يهودي الحكومة للمرة الأولى منذ 6 عقود، كما عرف التعديل دخول أصغر وزيرة للحكومة وهي قيادية بحزب النهضة. وقد أعلنت الناطقة باسم الرئاسة التونسية عدم موافقة الرئيس الباجي قائد السبسي على الطريقة التي انتهجها الشاهد بخصوص التعديل، وقالت إنه لم يطلع الرئيس عليه خلال اجتماعهما يوم الاثنين. تابع. تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أبرز ملامحه غياب أي وجه جديد من نداء تونس الذي ينتمي إليه الرئيس الباجي قايد السبسي، وكان ينتمي إليه الشاهد نفسه قبل أن تجمد عضويته فيه تحت وطأة الصراع بينه وبين نجل الرئيس حافظ السبسي المدير التنفيذي للحزب. وأدخل التعديل الذي شمل 10 حقائب وزارية أول وزير يهودي إلى الحكومة التونسية منذ 6 عقود، وهو رجل الأعمال روني الطرابلسي الذي عينه الشاهد وزيرا للسياحة. كما كان من أبرز ملامح التغيير الجديد دخول أصغر وزيرة في الحكومة التونسية من مواليد 87 900 و1000، وهي القيادية في حزب حركة النهضة الإسلامية سيدة الونيسي، وعينت وزيرة للتكوين المهني والتشغيل. وشمل التعديل حقائب العدل والوظيفة العمومية والصحة والبيئة وأملاك الدولة والرياضة والتشغيل والسياحة والنقل والإسكان، وثلاثة وزراء لدى رئيس الحكومة من بين مهامهم الهجرة، المجتمع المدني، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تضمن التعديل 5 كتاب دولة. الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سارعت الثلاثاء إلى القول إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غير موافق على الطريقة التي انتهجها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التعديل الوزاري لما اتسمت به من تسرع وسياسة أمر واقع. وتقول المتحدثة باسم الرئاسة إن رئيس الحكومة لم يطلع رئيس الجمهورية على التعديل الوزاري خلال اجتماعهما الاثنين بقصر قرطاج الرئاسي، والذي خصص لبحث مستجدات الوضع العام بالبلاد، ولا يتوقع بحسب وسائل إعلامية أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل بقدر ما يبرز تفاقم الخلاف بين الرجلين، حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل، فيما يحظى بتأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها عمدة عرفات يدعو لدى تنصيبه إلى العمل الجماعي خدمة للساكنة، ويطالب الحكومة بمنح البلديات الموارد والصلاحيات اللازمة. منحدرون من مدينة ولاتا يحتجون أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، ويطالبون بإنهاء معاناة المدينة مع العطش. الإعلان بدكار على هامش المنتدى الدولي حول السلم والأمن بإفريقيا عن افتتاح مدرسة إقليمية تعنى بالأمن السبراني. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.